السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومحبي السلامة والأمن والصحة المهنية حول العالم، هنا من مسقط، هنا من سلطنة عمان، حيث المعرض الدولي السادس في الأمن والسلامة من تنظيم مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بالتعاون مع شركة إكسبو مسقط، حيث واحد من أهم المعارض والأحداث في عالم الأمن والسلامة وكذلك الصحة المهنية هنا من مسقط. مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تقدم نفسها كواحدة من أهم مؤسسات خدمات الأمن والسلامة حول العالم العربي ودول مجلس التعاون، وهي المؤسسة الخاصة الرائدة على ربوع واتساع سلطنة عمان، تقدم الكثير والكثير من الخدمات، منها تأمين المنشآت والقطاعات العامة والخاصة، وكذلك نقل الأموال والنقد والممتلكات الثمينة، وكذلك خدمات البحث والإنقاذ ومكافحة الحرائق والتدريب على حماية ومرافقة الشخصيات الهامة والعديد والعديد من الخدمات. هنا حدث مختلف على هامش اللقاء، عدد كبير من الندوات. واسمحوا لي على هامش هذه الفعالية المهمة أن أستضيف واحد من أهم رجالات وقيادات هذا اللقاء المهم جدا، وهو سيادة العميد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، فمرحبا به وسهلا. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيكم. سعداء بيك، وهذا الحدث الكبير وهذا الملتقى والمحفل العلمي الراقي الرائع من خبراء ومتحدثين ومستشارين كذلك. مبدئيا بعد الشكر حضرتك لهذا اللقاء، كيف ترى هذا الحدث؟ شكرا دكتور أحمد وبارك الله فيكم. في الحقيقة معرض الأمن والسلامة أوفسيك من المعارض التخصصية، نعم، تقام سنويا على أرض مركز عمان للمؤتمرات، نعم، وتم الإعداد وتجهيز لهذا المعرض، سبق الكثير من الاجتماعات والتنسيق مع الخبرات ومع تجهيز خاص للندوة المصاحبة للمعرض. طبعا هذا بما أنه معرض تخصصي، تم يعني اختيار بعناية فائقة المتحدثين ذو خبرات عالمية في ثلاث تخصصات: مجال الصحة والسلامة المهنية، ومجال السلامة، ومجال الأمن في العالم. ونجد بأن المعرض المصاحب يعني مليء بالتقنيات، نعم، والشركات التخصصية، نعم، وأنظمة متطورة، نعم، كلها تسخر لتحقيق المنظومة الأمنية التي نسعى تحقيقها في المنشآت والمرافق الحيوية. نعم. هذه المنظومة في الحقيقة يعني إذا سمح لنا الوقت فقط نشير إليها بعجالة، بينها تتكون من يعني السياسات الأمنية والإدارة، إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية، وأنظمة وأفراد يترجمون هذه السياسات على أرض الواقع، نعم، نعم، ولديهم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع بقية الأحداث. نعم. الهدف من هذه المنظومة هو إدارة المخاطر وتقليل من أثارها، وأيضا إيجاد حلول، نعم، لتخفيف وإدامة هذه المرافق أن، نعم، تنتج وتحقق الأهداف الاقتصادية من، نعم، وجودها. نعم. سيادة العميد، في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة يعني هذا المعرض نتاج لخبرات وتراكم خبرات غير طبيعي، تراكم أعمال وأفكار وكذلك استشارات، وهي استشارية ليست بالسهلة من العديد من الخبرات، مزيج ما شاء الله. ما هو طموحكم لهذه المؤسسة؟ يعني ما شاء الله أنتم وصلتم إلى الآن تغطون ربوع السلطنة كاملة، جميع محافظات السلطنة، تقدموا العديد من الخدمات، تجمعوا بين الأمن والسلامة والصحة المهنية، نظمتم هذا المعرض وغيره من الفعاليات، وقبله كانت ندوة ظفار والعديد والعديد، فما هو طموحكم بعد ذلك؟ هو في الحقيقة يعني منظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية ليس شعار يقال، الله، ولكن هناك عمق، ليس تنظير، ليس تنظير، إنما هناك تخطيط، نعم، وهناك يعني تنفيذ على أرض الواقع. نعم. إذا لم نراعى هذه المعايير في كل منشأة نظرا لتكوينها وظروفها والقيم الموجودة في هذه المنشآت، نعم، فلن نحقق مفهوم الأمن والسلامة فيها. نعم. مفهوم الأمن والسلامة نسعى في المستقبل إن شاء، أيوة، الله
أن نعمل جنبا إلى جنب في تقديم استشارات نوعية فنية في مجال الأمن والسلامة، في إبراز مواطن القوة والضعف في هذه المنشآت، وأيضا كيف نحقق الجانب العملياتي وتنسيقي الوقائي قبل وقوع أي أحداث على أرض الواقع. حك مؤمن بفكرة الوقاية؟ نعم طبعا مؤمن بها جدا، وطالما تنادي بها قبل وقوع الحدث. يعني مفهوم الوقاية لماذا نؤمن بها في الحقيقة؟ نعم. لأنها أقل تكلفة بكثير جدا من التعامل مع الآثار وما سيترتب لها. نعم. يعني وجود وقاية ممكن يحمينا بكثير من التكاليف المالية الباهظة، وأيضا يحمينا من وقوع في الكثير من الأزمات. يعني نعم. نعم. فجانب الوقاية جانب أساسي وحيوي. نعم. لبقاء هذه الأصول وهذه القيم على أرض الواقع. نعم. وتنبض على للحياة لكافة شرائح المجتمع. يعني نقدر نقول أن طموح حضرتك لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة أن يكون الجناحين معا، العلم والعمل، التنظير والتطبيق، الهوية، المنظومة الهوية المتكاملة وتفعيلها على أرض الواقع. بكل تأكيد، بكل تأكيد. تهتم بالفرد، تهتم بالسياسات، تهتم بالمعايير، تهتم بالجودة، بالستاندرز، ونحن زي نفعم رجالنا في المؤسسة إن هم يكونوا ملامسين لأرض الواقع. هو عندما نأتي لنعرف ما هو الخطر. نعم. تعريف نسبي لا يمكن تنبؤ له ولا يمكن تحديده، فبالتالي الجاهزية. قيمة الجاهزية. قيمة الجاهزية. الله عليك. نعم. وقيمة وجود. نعم. يعني النظم. نعم. وأفراد ويقومون بمتابعة وتحليل اليومي. نعم. لما يدور من حالة جوية، من هندسة منظومة الأمن وهكذا. هي مفهوم هندسة فعلا، أنك. نعم. تعيش الواقع اليومي. نعم. تعيش العمليات، حركة البضايع، حركة. نعم. الوصول، حركة. نعم. هذه كلها يجب أن يسبقها جانب. نعم. الأمن والسلامة والصحة المهنية. نعم. ما شاء الله. النهاردة كان في احتفاء غير طبيعي بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشخصكم الكريم، بالطاقم، بالسادة الموظفين، وكأن المؤسسة يعني وصلت فعلا إلى كل بيت، وصلت إلى كل مكان بما تقدم من خدمة وجودة. وفي الحقيقة يعني خير ما يمكن نذكره اليوم هذه بيوت خبرة التي تأتي. نعم. وتقدم أوراق من. نعم. واقع خبرة عملياتية. نعم. في مجال الصناعة. نعم. مجال النفط والغاز. نعم. ونحن نعتبر أنه جزء لا يتجزأ. نعم. من هذه المنظومة، ونتمنى أن نؤصل هذه العلاقة لتكون فعلا علاقة عملية. نعم. ونتبادل كل ما لدينا من خبرات. نعم. وأيضا نستسقي خبراتنا من أصحاب الخبرة التخصصية. نعم. الأخرى، لنكون لبنة لها دور أساسي في المجتمع. النهاردة عشرات الشركات مشاركة، العام القادم إن شاء الله نأمل المزيد. والمزيد بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شكرا. دائما عندما تكون هناك نظرة استراتيجية. نعم. وتخطيط لهذا. نعم. المواضيع. نعم. إن شاء الله يعني يكون ثمارها طيب. شكرا. شكرا سيادة العميد. شكرا فندم. أعزائي المشاهدين، كان هذا اللقاء مع العميد ركن سعيد بن سليمان العاصمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، هنا حيث نقل المعرفة في مجالات الأمن والسلامة والصحة المهنية على اتساعها، نظري، عملي، تطبيق، ميداني، تفاعلي، منهج، منهجية، فكرة، طريقة تفكير خارج الصندوق، حيث بيوت خبرة تجتمع وخبراء ومستشارين وهيئة استشارية عليا ينتظروها قريبا نعلن عنها في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، وكذلك معهد التدريب بالمؤسسة أونلاين وأوفلاين يقدم الخدمات لرجالات المؤسسة وخارج رجالات المؤسسة. وختاما، تهتم الآن مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بتطوير دورها الكبير في المسؤولية المجتمعية للمشاركة ورفع الوعي حول السلطنة ودول مجلس التعاون، ومنها إلى العالم العربي بإذن الله. تحياتي، وحيث الأمن والسلامة والصحة المهنية نلتقي، أنا أحمد حبيب، خبير متخصص في بناء الهوية المؤسسية وصناعة الماركة الشخصية، وإلى اللقاء.